بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، الافتراضي في الأكورديون ديت إيه؟ إن أنت لما بتضغط على واحد واحد بس بيكون دايما مفتوح. يعني لما تيجي تضغط على واحد غير اللي بيبقى مفتوح ديت بيروح يطوي ويفتح لك اللي أنت ضغطت عليه. إيه تمام؟ يبقى الأصل فيها إن بان واحد بس يكون مفتوح. السيشن بتاع النهارده هيتكلم عن المالتي اكسباند. من المالتي اكسباند ديت فيتشر بتخليني ممكن افتح اكتر من بان في نفس اللحظه. طيب الفكره فين؟ الفكره في ان انت تحط ال الاتريبيوت ديت فين. طب ماشي، نفكر كده بالعكس، هي الاتريبيوت ديت هتطبق على بان معينه ولا على كل البانز؟ على كل البانز. يبقى المفروض تتحط فين؟ الله يبارك لك يا رب، المفروض تتحط في اليو ال من فوق خالص. اسمها يا جماعه مالتي اكسباند، وهتساوي وهتحط القيمه ترو طبعا عشان تنشطها، اسمها مالتي اكسباند. المفروض كده لو انا عملت ريلود وفتحت واحده الثانيه كده في مشكله عندي، ان هما الاثنين انا الخاصيه ما اتطبقتش معايا. هي الابيليتي بالظبط، انا اسف، اسمها داتا مالتي اكسباند. انا اسف جدا، انا اساسا السيريز بتاعي كلها شغال من الدوكيومنتيشن بتاعهم هما، فالفيتشر اسمها داتا مالتي اكسباند، هي مش مالتي بس، هنحط لها داتا هايفن مالتي اكسباند. ديت المفروض كده تكون الامور تمام، واحده مفتوحه الثانيه تمام كده كلهم مفتوحين، لو ضغطت عليها مره ثانيه هتطوي، لو ضغطت على وهكذا. ديت الفكره في المالتي اكسباند. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.